تعرف على غريم الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا. سيواجه نادي الهلال السعودي نظيره الياباني أوروا بعد أن حسم الأخير تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه اليوم يوم الأربعاء على شنغهاي الصيني بنتيجة 1-0 ليفوز بمجموع مباريتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1. والآن لنتعرف على مشوار الفريق في البطولة. تصدر الفريق الياباني ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، تمكن من جمعهم بالفوز في 4 مباريات والخسارة في مبارتين. وخلال دور المجموعات سجل لاعب الفريق 18 هدفا وتلقت شباكهم 7 أهداف. وفي دور 16 واجه الفريق نادي جيجو يونايتد الكوري الجنوبي، حيث حقق الفريق الياباني الفوز خارج الديار بنتيجة 2-0، وعاد وكرر فوزه على ملعبه بنتيجة 3-0 ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-0. وفي دور 8 واجه الفريق مواطنه نادي كواساكي فرونتال الياباني الذي حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 قبل أن يعود فريق أوراوا ويفوز بنتيجة 4-1 ويتأهل إلى قبل نهائي البطولة وينجح في تخطي عقبة شنغهاي الصيني بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين. لنتعرف على هداف الفريق. يعد اللاعب البرازيلي رافائيل سيلفا أبرز وأخطر لاعبي الفريق الياباني، حيث يمتلك اللاعب صاحب 26 عاما إمكانيات تهديفية مميزة والتي ظهرت في المنافسات الكبرى والتي كان آخرها أمام المنافس الصيني، حيث نجح في تسجيل هدف التأهل إلى المباراة النهائية. وخلال البطولة تمكن سيلفا من تسجيل 6 أهداف لفريقه حتى الآن من 9 مباريات شارك فيها كلاعب أساسي. لنتعرف على محترفي الفريق. يمتلك الفريق الياباني في قائمته 3 لاعبين محترفين، 2 منهم يحملان الجنسية البرازيلية، ويبرز اسم رافائيل سيلفا كأحد أفضل المحترفين بالفريق. ثم يأتي مواطنه موريشيو صاحب 25 عاما والذي يلعب في مركز الدفاع وشارك في 4 مباريات مع الفريق بدوري الأبطال. وأخيرا يأتي اللاعب السلوفيني زلاتان ليوبيجانكيتش والذي ينشط مع الفريق منذ 3 سنوات ويلعب في مركز الهجوم، وشارك اللاعب خلال النسخة الحالية في 9 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين. لنتعرف على ملعب الفريق. سايتاما ستاديوم هو ملعب الفريق ويقع في مدينة سايتاما اليابانية، تم افتتاحه في أكتوبر 2001 ويتسع الملعب لجلوس قرابة 64,000 متفرج، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه نادي أوروا ريد دايموندز مبارياته.